بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في فيديو جديد على قناة مشروع كل يوم. إن شاء الله النهاردة معنا مشروع من المشاريع التجارية المربحة جدا اللي حققت نجاح كبير في معظم البلدان، ده لأن كل منتجات المشروع من المنتجات الضرورية ومش التكميلية، ومفيش حد بيقدر إن هو يستغنى عنها بأي حال من الأحوال. بيتميز مشروع النهاردة بالبساطة وسهولة التنفيذ، لأنه بيقوم على أساس شراء المواد الأساسية بالطن، وبعدين من شركات الإنتاج والمصانع الإنتاجية الكبيرة أو عن طريق تجار الجملة الكبار. بعد كده بيتم إعادة توزيعها وتعبئتها مرة أخرى على المحلات ومراكز البيع والمتاجر بأسعار نصف الجملة، وطبعا ده بكل تأكيد بيكون أعلى من السعر اللي احنا بنشتري بيه من التجار أو المصانع الكبيرة. مشروع النهاردة ليه أكتر من ميزة، من أهمها إن هو مش بيحتاج تكاليف كبيرة عشان نبدأ فيها، كمان مش بيحتاج العمالة كتير، كمان ممكن تنفذه في أي مكان حتى لو في البيت عندك في غرفة أو غرفتين من المنزل. مشروع النهاردة إن شاء الله وهو تعبئة وتوزيع المواد الغذائية الجافة والغير الجافة. لكن في البداية أتمنى اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول بأول، ولو عجبك الفيديو تضغط على لايك، ولو في أي استفسار بترسلنا في التعليقات. في البداية أرجو من كل المهتم بهذا المشروع أنه يتابع الفيديو للنهاية، لأن بجد في مجموعة معلومات جبتها لكم في غاية الأهمية. أولا نتكلم على طرق التعبئة والتغليف اللي هما طريقتين. أول حاجة التعبئة اليدوية، ونصيحة لوجه الله كل الكلام اللي اتقال عن التعبئة اليدوية كله كلام يعني في بعض عدم المصداقية، إنك تجيب ميزان وطبع تاريخ إنتاج وعمالة للتعبئة. الأساس في التعبئة والتغليف هو السرعة وعمل كميات كبيرة في وقت قصير، لأن المكسب فيها يا جماعة ملاليم، مكسب قليل جدا، فاللي بيعوض ده هو الكميات الكبيرة. مثال على كده، لو عايز تعمل تعبئة لخمسة طن لكيس كيلو، يعني مطلوب منك انت تعبي 5000 كيس، تفضي وتوزن وتعبي وتوزن، يعني اقل شيء هتاخد من 4 لـ5 أيام بالتعبئة اليدوي. فلو هتكسب 200 جنيه في الطن الواحد وكده برضو مبلغ كبير، يبقى كده 1000 جنيه في 5 أيام، ولسه بقى عندك مصاريف الأكياس المطبوعة والشكاير والعمالة والكهرباء والنقل. يعني في النهاية ممكن تصفي المكسب الخمسة طن حوالي 300 جنيه أو 400 جنيه في 5 أيام. فلو على المكسب ده طبعا كده يعتبر المشروع فيه نسبة كبيرة جدا من الخسارة، لأنه هيكون تعب مجهود ومسؤولية والتزامات، وتكسب في النهاية على ولا حاجة. الحاجة التانية من التعبئة هي التعبئة الآلية، وده الكلام والشغل المظبوط. عايز تعبي مثلا 400 طن أو أكتر في الشهر الواحد، بس الأساس طبعا التسويق. عندنا أول حاجة من أنواع الماكينات، عندنا ماكينات تعبئة السكر والأرز والبقوليات والمكسرات، ودي يا جماعة بتعبي في الساعة الواحدة من 2 إلى 3.5 طن، وبتعبي أكياس من حجم 350 جرام إلى 1 كيلو جرام على حسب الوزن اللي حضرتك هتحدده. وفي ماكينة عندنا رقم 2 بتعبي من 350 جرام إلى 5 كيلو جرام. والماكينة التالتة ماكينة تعبئة التوابل والمكسرات والتسالي، بتعبي أكياس من 10 جرام إلى 200 جرام. وكمان عندنا ماكينات بتكون 220 فولت أو 380 فولت، ده على حسب طلبك أنت من الشركة. وطبعا في ماكينات تانية كتير جدا زي تعبئة الكاتشب وبسكويت شوكولاتة وعصائر ومنظفات وحاجات تانية كتير، وكل الأسعار دي بتكون أسعار قريبة عدد المكنات الكبيرة لخطوط الإنتاج. وعلى فكرة في شركات بتدعم نظام التقسيط، تدفع النص والباقي على سنة أو 6 شهور، وفي طبعا شركات بتقسط على أكتر من كده. بعد كده النظام الاوتوماتيك، ايه الفرق بينه وبين النظام النصف اوتوماتيك؟ النظام الاوتوماتيك ما بيعتمدش على عامل بشري كبير جدا، غير بس في تعبئة الأكياس في البلتات ووضع المواد الخام في الماكينة، وهو بيطلع لك الكيس ملحوم جاهز ومعبأ جاهز وعليه كل بياناتك، والكيس بيكون جاهز، مجرد تاخد الكيس بتعبيه في البلتات. والانتاج نظام الاوتوماتيك انتاج وفير جدا، ممكن انتاجية الماكينة تصل ل 8 طن في اليوم لشغل ورديتين. فطبعا ده بيعتمد في الاول والاخر على تسويقك، انت هتبيع قد ايه، هتسوق قد ايه. في الاول وفي الاخر انت لازم ابدأ صغير عشان تكبر، وابدأ صغير عشان تعرف الاسرار وتعرف التجار وتعرف المصادر اللي انت هتشتري منها البضاعة. ابدأ بالرز والسكر مبدئيا، ضيف عليهم بعد كده البقوليات واحدة واحدة حسب المطلوب منك في السوق، وممكن تضيف كمان المكرونة. المكرونة تعبئتها جيدة، لكن لازم يكون عندك طلب في السوق وتكون بنيت اسم لنفسك بعد فترة.
التجارة يا جماعة ممتازة، وخصوصا لو اقترنت بالتصنيع، فانت بتاخد مكسب التجارة وبتاخد مكسب التصنيع، لكن لكل شغلانة أسرار، ومستحيل أسرار هتتحط في فيديو أو هتتحط في ورقة. أنا ما أقدرش أقول لك أنت تكسب قد إيه في الطن، لكن أنا هقدر أقول لك إن أنت لو بعت كويس هتكسب كويس. طن التعبئة ممكن يكسب 500 جنيه وممكن يخسر 500 جنيه. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على عدد العمالة اللي عندك، بيعتمد على انت شغال مانيوال ولا شغال اوتوماتيك، بيعتمد على الكميات البضايع اللي انت بتشتريها، بتشتري الرز في المواسم بتاعته، بتشتري قد ايه، وبتشتري كام طن، وبتخزن ازاي، وطريقة تخزينك ازاي. بيعتمد ان انت تدخل النهاردة بتشتري بالعشرين طن والتلاتين طن سكر ورز، لو في سعر زيادة او حاجة، هنا رأس المال بيلعب دور كبير جدا في ان انت بتنافس ويكون في ربح عالي. لكن مفيش حاجة بتتبنى في يوم وليلة، انت عشان تبني كل الكلام ده لازم تبدأ من الصفر، تبدأ من تحت، تغامر وتشتغل وتاخد بضاعتك وتوزعها بنفسك لغاية لما يكون عندك اصول توزيع، يكون عندك مناديب وطقم مناديب عشان تعمل نفسك اسم في السوق. المشروع مربح ومخاطره مش كتيرة، بتكلف في اكل وشرب سكر ورز صلاحية كبيرة، بتعمل حسابك انت في كل طن بتهدر حوالي 50 كيلو جرام، سواء هدر اكياس او توالف او اي شيء، ده بتحطه في الحسبة بتاعتك وفي حسبة التكاليف بتاعتك. لاحظ ان حضرتك كل ما نافست في المستوى الشعبي كل ما كانت مكاسبك قلت، ولكن كل ما تكون مبيعاتك بتزيد. حدد الشريحة اللي انت هتتعامل معاها، سواء شريحة في مناطق راقية او في مدينة، في ريف، في مناطق فقيرة، في مناطق شعبية، كل المناطق دي بتشتغل والتجارة بتكسب منها، بس لازم تحدد الشريحة عشان تحدد هتفصل لهم ازاي ومنتجك هيبقى شكله ازاي. في ناس عاوزة كيس كويس وعايزة اسم كويس وشكل كويس وجودة، مش مشكلة الفلوس. في ناس العكس مش بتحتاج الكلام ده، عايزه كيس رخيص وخلاص. في ناس عايزه وسط ما بين الشكل الجيد والاسم الجيد والسعر المتوسط. اللي هيحدد الكلام ده دراستك لسوقك والمكان اللي انت هتوزع فيه. ولاحظ كمان المكان اللي هتوزع فيه لازم تكون منطقه مغلقه على بعضها، ما تكونش مترميه الاطراف، عشان ما تكلفش نفسك تكاليف زياده في الانتشار، والتكاليف دي تعود عليك بالخسائر، عشان ما تصرفش وقت كتير، وما تصرفش بنزين، ما تصرفش هالك للعربيات او وسيله النقل اللي معاك بشكل كبير في البدايه. حاول تكون منطقه جغرافيه قريبه من بعضها، حاول تعمل توزيع لكل منطقه، ما تسيبش حد فيها، حاول ان انت تتوسع بعد كده واحده واحده، سواء افقيا او راسيا، سواء بزياده عدد السلع داخل المنفذ لتعبئة أصناف أخرى، أو بزيادة عدد المحلات اللي أنت بتبيع لها، وده اللي بيعمل لك ربحية أفضل ومبيعات أعلى. نقول مجموعة نصايح لهذا المشروع. رقم واحد، عشان نعرف مع بعض مشروع التعبئة والتغليف هيكون مناسب لينا ولا لأ، أول حاجة رأس المال اللي هو دائر في السوق لازم يكون رأس مال كبير، ده طبعا غير رأس المال الثابت المتمثل في ثمن الماكينات والماكينات والرخص، واللي شايفه من وجهة نظري مبلغ يعني 150 إلى 300 ألف جنيه. ليه؟ لأن طبعا لازم ترمي أرضيات في السوق، يعني بضاعة بالآجل، ويكون ليك حسابات عند التجار. أوعى تفكر إنك هتروح للتاجر تقول له البضاعة بكذا يقول له اتفضل فلوسك وهات لي بكرة نفس الكمية. تاني نقطة، لو قررت تشتغل في التوابل والمكسرات على سبيل المثال مثلا، فأنت مش هتاخد ولا مليم من فلوسك، يعني هتنزل بضاعة وتفضل تروح لغاية لما يتباع الشغل بتاعك. يعني حضرتك هتروح لكل سوبر ماركت وتسيب كمية من البضاعة، وبعدين هتروح تحصل منه بعد كام يوم لتمد البضاعة وتنزله بضاعة تانية. ثالث نقطة، أساس الربح أصلا في التعبئة والتغليف والمكسب الكبير هو أن يبدأ عندك مخزون باستمرار، بحيث لو الأسعار ارتفعت ساعتها بس هتكسب مكسب كويس. عشان كده بنقول ان رأس المال لازم يكون رأس مال كبير. لازم كمان تكون عارف ان المنافسة في المشروع عالي جدا، يعني هتلاقي ليك منافسين كتير جدا، ونسبة الربح هتقل كل شوية. فلو فكرت في المشروع لازم تبعد بقدر الامكان عن المجال اللي هيبقى فيه منافسة كبيرة، فاللي هيقول لك عبي سكر، عبي رز، عبي مكرونة، يبقى كده بيغرقك. الافضل طبعا ان انت تشتغل في حاجة مش منتشرة في السوق، زي مثلا ان انت تعبي سائل منظفات زي البريل او الفيري او الكلام ده،
زي انت مثلا تعبي كاتشب مايونيز، زي ان انت تعبي التوابل الخلطات والمكسرات. وبالنسبة للتوابل الخلطات المكسرات، بالرغم ان انت هتسيب شغلك، بس صدقني هتكسب كويس جدا من الارضيات اللي هترميها للهايبرات السوبر ماركت. رابع حاجة، لو فكرت في هذا المشروع ان انت تبدأ فيه، يبقى تنزل حضرتك السوق الاول وتشوف شكل الاكياس وتشوف شكل وتشوف سعر الجمله، وتبدا ان انت تعمل مقارنه بين الاسعار اللي انت هتبيع بيها وبين سعر الجمله اللي انت سمعته. رقم خمسة، هتلاقي جروبات على الفيس متجمع فيها مصنعين وموزعين، ادخل وشوف مشاكلهم مع الصيانه والكهرباء والاعطال، واسالهم وخد خبر اول ما تبدا في اي حاجه، وكمان شوف الاسعار اللي بيوزعوا بيها. يعني حاول تلم على قد ما تقدر معلومات عن المشروع قبل بدايته. بالنسبة للأوراق والتراخيص والشروط اللازمة عشان تبدأ هذا المشروع، رقم واحد، مساحة المشروع ما تقلش عن 30 متر مربع، ومش شرط يكون المحل تمليك أو المكان تمليك، يعني لو محل إيجار مفيش مشكلة. رقم اتنين، الحصول على موافقة الإدارة الهندسية الخاصة بالحي واللي بتيجي لحضرتك وبتعمل معاينة وبتعمل رسومات خاصة بالمكان. رقم ثلاثة، الحصول على موافقة من وزارة البيئة بعد المعاينة عشان يتأكدوا من نظافة المكان وانه متأسس ومجهز بشكل كويس جدا. رقم أربعة، الحصول على رخصة خاصة بمزاولة النشاط من الحي أو المحافظة على حسب المنطقة اللي حضرتك التابع ليها. رقم خمسة، الحصول على موافقة الدفاع المدني. رقم ستة، الحصول على موافقة وزارة الصحة. سبعة، البطاقة الضريبية والسجل التجاري. وعلى فكرة يا جماعة، كل ده هيجي معاكم واحدة واحدة وبالتدريج، يعني مش هتشتغل هتعمل الأوراق كلها مرة واحدة، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجة. ومش معنى كلامنا ده ان احنا بنقول لحضرتك ان المشروع فيه مشاكل كتير. طبعا كل مشروع فيه مشاكل وفيه أرباح، لكن حاول ان انت تبقى حريص جدا في كل نقطة احنا قلناها عشان تبدأ مشروعك بشكل صحيح. كلنا طبعا بندور على حاجة نشتغل فيها وتبقى سهلة مش محتاجة خبرة كبيرة، لكن زي ما شفتم ان احنا اتكلمنا على كل حاجة ليها قواعد ليها اصول. في النهايه يا جماعه، ما تنسوش دعم الفيديو باللايك، عاوزين نوصل الفيديو ل 10000 لايك، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لحضراتكم في نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.